حقيقة موضوع الحصة المائية والخطة الزراعية محافظة المثنى باعتبارها على ذنائب نهر الحلة بالدرجة الأولى وأيضا على ذنائب نهر الفرات ومسؤولة عن إيصال الحصة المائية في شط الفرات إلى محافظة ذي قار، يعني محافظة المثنى في هذا المجال يعني تقع بين المطرقة والسندان، مطرقة نقص الحصة المائية الكبير وسندان إيصال الحصة المائية إلى الناصرية على شط الفرات وإيصال مياه الإسالة إلى على شط الرميثة شط الحلة. التجاوزات اللي حاصلة في محافظة الديوانية لم تحد إلى يومنا هذا من هذه التجاوزات. احنا نلاحظ من خلال تنقلنا من محافظة المثنى إلى محافظة بغداد نمر بمحافظة الديوانية نلاحظ أنه التجاوزات نمر عليها بالذات، يعني لأنه قضية تعنينا لم يحد منها بنسبة كبيرة إلى يومنا هذا. كثير من المتنفذين والشخصيات النافذة في الدولة وفي المجتمع لا زالوا يسيطرون على الحصة المائية وما يسبب خسارة كبيرة لمحافظة المثنى في حصتها المائية التي هي أصلاً قليلة. اليوم اطلاقات سدة الهندية لم تتجاوز 100 متر، طول الشهرين الماضيين كانت 80 متر مكعب، 80 متر مكعب حسب معايير الوزارة حصص الوزارة المقسمة 10% يعني 8 متر مكعب لمحافظة المثنى، المحافظة تحتاج إلى 7 متر مكعب لمياه الشرب، يبقى متر مكعب واحد لمياه الزراعة، سبب خسائر كبيرة لفلاحينا في قضاء النجمي وفي قضاء الرميثة وفي الوركاء. الحقيقة زيارات متكررة من وكيل الوزارة الوكيل الفني أستاذ حسين للمحافظة وزيارات مباغتة ومفاجئة، ولاحظنا من خلال زياراته أنه يقع يضع يده على الحقيقة مكامن الخلل. توجه الوزارة الآن توجه دولي مع الدول المتشاطئة مع العراق تركيا وغيرها من الدول لإيصال لدفع يعني كميات إطلاقات إضافية لنهر دجلة ولنهر الفرات. Thank you.